فوالا انا مقلقين على الطفل الصغير اللي غرق مقبيله وليد مصطفى تورنر ساكن في حليمية بودواو. انا في ليكروت انا في ليكروت على كل حال انا في ليكروت فيجي كيما لابورتوار داناليز ديزو. حنايا دوكا جاو الحمايه المدنيه بعد ضغوطات من عند الشعب اللي مساكنه مقلقين هنايا اصحابه وفاميلته. الناس قاع مقلقه. حنا ماذا بينا يخرج ان شاء الله، انا نستناو مش كاين، ادعيوا لنا معاكم ان شاء الله يخرج برك. هذا ما كان لحد الساعه مازال ما جبدناش. لحد الساعه في عمره 15 سنه على الاقل. بصح الحاجه اللي ما فهمناهاش، حنا رانا مقلقين هنايا. علاش السلطات الولائيه والمحليه ما يجوش؟ علاش ما يدوش دي انستركسيون؟ على ما عندهمش ان سيلوز دي كريز؟ ورا لا سيلوز دي كريز هذه اللي تخدم في الولايه، وين راهي؟ اين انت يا حياتن؟ وين راك؟ انا شتك في التكريمات تاع لي ستاد، انت الاول، انت عز دينك. انا كيف وين راكم اليوم؟ وين راكم؟ اروحوا شوفونا، اهدروا معنا، اروحوا شوفوا الشعب هذا مقلق. عندك يماك تا ثاني، ويماكم وين راهي؟ يماك تا لو كان ما تجيش تحوس عليك. اروحوا شوفونا، كاين غطاسين يا خويا، ابعثوهم عندنا ماتريال يدخل تحت الماء بالضو تاعو يقلبنا على الطفل هذا. وسي زون فيرمي والله، زون هذه اسمها امبوسيبل. الطفل هذا كيعاود ولا من هيك اسمها باش يجبدوه من جهه اخرى؟ ما نظنش، والله اعلم. على كل حال